بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أود فقط أن أسألكم أحبتي بالله، أخبرني يا من ليس لديه ورد من القرآن الكريم، كيف تعيش؟ كيف يمضي يومك؟ كيف تأنس روحك؟ كيف تسعد قلبك؟ أترك لك الإجابة وأنت من ستجيب. ستسأل عن هذا الهجر لكتاب الله، ستسأل عن الأعذار الواهية التي تضعها لنفسك، عمرك فيما أفنيته، ما هو جوابك وقتها؟ وردك اليومي ليس وقتا ضائعا، بل هو الوقت الذي ستندم على تركه. يلقي البعض أعذارهم بأنهم إما مشغولون أو متعبون، ويا للعجب، تراهم بالساعات على هواتفهم بلا أي كلل أو ملل. وختاما أنصح نفسي قبلكم يا إخوتي، لا تقدم على القرآن شيئا، إنك إن تفعل ينقضي يومك ومن قضت أشغالك التي قدمت عليه وحرمت بركة القرآن. وصلى اللهم وسلم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.